السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرفنا باسم حضرتك؟ محمد حسن محرم، عضو منظمة الصوت الوطني لحقوق الإنسان. ماشي حضرتك، بمناسبة الأخ أبو يحيى، بمناسبة أسر الشهداء، بمناسبة حضرتك جاي من منظمة حقوق الإنسان، تحب حضرتك شايف القضية ماشية لفين ولا إيه التطور اللي حصل في القضية؟ والله يعني اسمح لي حضرتك إن قضية الشيخ أبو يحيى أساسا من أصلها يعني قضية يعني غير صحيحة، لأن الشيخ أبو يحيى اتاخد كبش في ده في القضية ديت. الشيخ أبو يحيى كان في يوم أحداث كنيسة مريمنة في إمبابة، كان يوميها في المنصورة، وهو اللي اتصل وبلغ على إن احتمال في أحداث إجرامية هتحصل في إمبابة. إزاي دلوقتي واحد يبلغ عن قضية معينة أو عن مشكلة معينة، عن جريمة معينة، وهو يقع في الجريمة ديت إزاي؟ يعني أنا ببلغ عن نفسي اللي بيقول كده؟ فشيخنا أبو يحيى نحسبه على خير، ودائما إحنا كمنظمات حقوقية بنتابع مع أمثال هؤلاء الناس، ما بنشوفوش بيحرض على أي عنف أو إرهاب أو تعدي على أحد، لأنه بيحترم حقوق الآخر، بيحترم كل إنسان عايش في الوطن معاه سواء كان مسلم أو غير مسلم، يعني لأن إسلامنا أصلا بيأمرنا بكده. طب ماشي حضرتك، انا شايف ان في اسر شهداء وفي ناس تبع الشهداء ما دخلوش، شايف ان حضرتك برضه ما دخلتش، حضرتك شايف ان في تعنت من الامن في الدخول ولا الامر عادي للمحاكمه دي؟ نستطيع نقول برضه احنا عشان نتكلم بالعدل وبالحق وقبل اي حاجه بالاسلام، وبرضه احنا كمنظمات حقوقيه منظمات محايده، ما بنقفش مع حد على طول الخط على حساب الاخر، انما احنا مع الحق. يعني مثلا انا لو شفت دلوقتي بعيني ان مواطن تعدى على رجل شرطه مثلا بغير وجه حق، يعني هدافع عن رجل الشرطه، لان الموقف هنا مين المظلوم؟ رجل الشرطه. العكس صحيح، لو شفت رجل الشرطه تهور وتعدى على المواطن بغير وجه حق هدافع عن المواطن، لان رجل الشرطه هو بيحميني، مش من حقه ان هو يمد ايده على اي مواطن، وهكذا. فمش هنقول تعنت، انما هو المصرح لهم بالدخول غالبا المقربين يعني من او اهالي الضحايا، انما بقى جيران اصدقاء لا، انما المقربين قوي، الابناء، الاباء، اخوات، وهكذا. شكرا جزاك الله خير.